أريير بلان. هو طبعا حاتم تقريب لحديث عند الناس هو الزيادات اللي تمت والمنتظرة تقريبا في أكثر من مادة غذائية واستهلاكية بالنسبة للمواطنين. وبدينا الحديث عن الحليب و600 ملي شفنا العظم تو عمليين في السوق في 15%، معناها كي تمشي تشري البيض زيادات من حين لآخر. احنا حاب ندخلوا في الفلسفة هذه الجديدة اللي مطروحة في البلاد، إصلاح المنظومات بزيادة في الأسعار. يعني تقريبا الحديث الأول اللي تركز طيلة سنوات الآن في بلادنا هو ضرب منظومات الإنتاج. كي ناخذوا عينة مسألة الإنتاج الفلاحي بصفة عامة، سواء كان الحبوب سواء كان الخضروات سواء كان اللحوم والدواجن وغيرها من المواد الاستهلاكية بالنسبة للشعب التونسي، هناك إقرار تقريبا من جميع المتدخلين والمختصين والخبراء وحتى الدولة نفسها. سمعنا السيدة نجلة بودن رئيس الحكومة أنه ثم مشكل في علاقة بالمنوال التنموي، في علاقة بمنظومات الانتاج اللي تقريب صار شبه إجماع في بلادنا حاتم أنها ضربت ولت فاقدة للقدرة متاحة باش تنتج بنفس الكميات اللي كانت تنتج بها، واللي هي رغم مع ذلك حتى قبل الثورة احنا ما بلغناش إلى مستويات بالحق تقول أننا حققنا أمننا الغذائي. المعركة اللي تصير في العالم الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة بينت أنه تقريب أولوية الأولويات عند الشعوب هي الأمن الغذائي. احنا تقريب تكرنا حالة جديدة في ظل أن أعتقد فوضى وعدم التحكم في هذه المنظومات، كل واحد ولا بمنطق قطاعي الحل في الزيادات. صحيح كي تعمل بمنطق كونتابلي وحسابيا تقول أنه ما ثماش حل قدامه، وهو الآن اللي ينتج في المادة هذه وقت اللي حكينا عن الحليب أو الدواجن وغيرها يقولك باش نمتص هذه الزيادة المهولة في المواد الأولية سواء كان أعلاف سواء كان أسمدة بالنسبة للإنتاجات الخضروية وغيرها، سواء كان معناها غيرها من التكلفات بتاع الضوء في تربية الدواجن وغيرها، إلا أني نزيد في السعر الأولي للبيوع وهذا بش يوصل إلى زيادة السعر الصناعي. لأنه أنت في نهاية الأمر الزيادة مش تقرها في الحليب ولا في الدواجن ولا غيرها توصل إلى المستوى السعر الصناعي اللي بش يتقدم للمواطنين. تقريبا لقينا أسلوب سهل جدا في علاقة بمسألة الدعم برا زيد بسمية بالسعر الحقيقي للمنتوج. لكن أنا نقول سؤال في المقابل، تزيد في الأسعار به تقول أنا امتصيت مشكلتي أنا وأعجزي على توفير المواد ذيك بسعرها المدعوم اللي ما عادش ممكن نمشي لسعرها الحقيقي، شكون مش تبيع كي تصبح الأسعار بهذه الكيفية؟ لأنه في المقابل تروح مشكلة هنا غالية. لا ماهوش يصبر، ما نجمش يصبر المواطن التونسي على حليب الصغيرات. ما يوفر حق الحليب ماهوش بشق حق اللحم. لا هو نعطيك أنا بالحسين وعاد. نمشي إيه ما هو نمشي هو والحوت معناه نسيني. ما هو مش تضرب. ريت المربي. تين المربي ولا غير. حاتم يتضرب القطاع ذاك نفسه. خطر أهو نقول لك حاجة أنا. امشي أعمل دراسة تلقى قديش من الناس تراجع عن استهلاك اللحوم مثلا. عاش طيبوه اللحم في دياره. أي نحنا. هاي هكسرت أنت زاد. منظومة وزارة المالية مع تحياتي لكل أعوانها على الاجتهاد متاعهم، اجتهاد كبير وناس تخدم في البلاد بوطنية كبيرة يعطيهم الصح. أيوة. لكن نقرأ الأرقام شو تقول؟ تقول الأرقام هذه إلى حدود موافقة 2022 سيخليف دخلنا من الجيبي مبلغ 22.8 مليار دينار. أي. على شكل مداخيل جبائية مباشرة وغير مباشرة داكور ديريكت وان ديريكت، وما قدروا 1.2 مليون دينار، 1.2 مليون دينار من المداخيل الغير اللاجبائية، مع توقع ببلوغ الضغط اللاجبائي الجملي نسبة 25.4% في قانون المالية. ما نسكروه قانون المالية 2022 إلا ب 25.4%. إيش قاعدين يصير في البلاد؟ الانتاج والنمو ماهوش موجود والضغط الجبائي. هذا هو قاعد يكبر. نرجع لنفس الموضوع، باش تصلح المنظومات أبعث المشاريع. أي. حسن المقدرة الشرائية متاع المواطن، كثر الانتاج وخلص المواطن حقيقة الشهرية وكثر. راه ما عادش معقول يخدموا ب 400 و500 و600 600 دينار في الشهر. ما يخدمش ب 600، ما يخدمش ب 600، يقعد في الدار يتكلف الورخص. صحيح تكلف الورخص. شو هاي؟ لا والله بالفعل.
كمال سامحني قصيت عليك. لا 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 مش شو نتكلموا على الاسعار. انا يظهر لي المشكل زاد مشكل شهري به الشهريه نتاعنا ضعيفه ياسر ياسر به. تاخذ انت معمل مثلا معمل الخدام رخيص ياسر، الخدام نتاع المعمل رخيص ياسر بالنسبه للماء ربيح. انا نشوف ساعات معامل بداو يضخوا في المليارديوات للجمعيات نتاع الكوره. اي نقول شنو تشوفك الكراب راهي الكهرباء ب 800 مليون خارجين كي البطاطا. اش معناها؟ معناها فما ناس قاعده تربح اكثر من فعلا. نعطي ارقام شكون اللي قاعد يربح؟ هاو ارقام شو الاداء هذا على الدخل نسجلوه بالحساب حسب وزاره الماليه. تصدر الاداء على الدخل قائمه الاداءات المباشره البالغ حجمها 8.9 مليار دينار كلها بمبلغ ناهز 6.8 مليار دينار. وحقت الاداءات على المرتبات والاجور 4.7 مليار دينار. شدوا الرقم هذا الاداءات على الاجور والضريبه على الشركات 2 مليار دينار. شفت هكا علاش قلنا حتى بتصلح المنظومه الجبائيه مش بس تزيد في الجبائيه كله تزيد في الجبائيه كله ينقص الاستثمار على الدخل 8.9 مليار دينار. هذه الارقام يا لطفي قاعده تقول يظهر لي الجبايه وحدها ماهيش تمنعنا نرجعوا نخدموا على رواحنا نرجعوا ننتجوا نرجعوا نستثمروا وتصلح المنظومات كما قلت لك توفر اكثر ما يمكن من الانتاج تسهل اكثر ما يمكن من الاستثمار باش توفر اكثر ما يمكن فرصه عمل. خاطر احنا ديما نتحدثوا على الشهري نسبه معينه من التوانسه ياخذوا في الشهري. هي عندك حوالي 600 ألف معطل عن العمل وبطال وغيره. هذاك زاد وعندك يدفع في التي في ار، التي في ار اللي وصلت قيمتها من المداخيل الاداء على القيمه هذيك القيمه المضافه 13.9 مليار دينار. اما حاتم تحكي على الاستثمار انا نرى باش نعمل مشروع وينجح ونجي للخدام ونطلب منه باش يضحي ونعطيه 600 ل 700 دينار مستحيل كان مش يضحي لي. ما يضحيش. يعني ايش كنا احنا؟ قلنا يلزمك تحقق المعادله الصحيحه، قيمه العمل ساعته، تخلصوا بحقيقته، كيما قاعدين يخلصوا في البلدان الاخرى. هذيك الحلول الصعبه ما يمشولهاش، علاش قلت لك اسهل حل توقيت. هي برا امتص الزياده هذيك زيد في الساعه، هما تو تقعد تسلح. ليه؟ علاش متكين؟ القانون. نهار كله احنا نتعاركوا هذه كونفونسيون كوليكتيف وهذا ستاتو وهذا ندر شنو وهذا زيدوا 6% و3% هذيك هي العرافي التكاوي على الحكايه هذه يعطي المينيموم. المشكل سياسه الدوله. شكرا لكم.